السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. رانا ولينا لكم فيديوهات يوميا. نتمنى اللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يلحقوا له الفيديوهات هو الاول. ونتمنى تدخلوا لي رايكم في التعليقات على طريقه التعليق على السيارات، واللي رايح حوسي يشري اي نوع من السيارات يحطها في تعليق وراح نديرهم في الفيديوهات الجايين. بلا ما طول عليكم خوتي، خلونا نبداو. كيما راكم تشوفوا راني جبت لكم بيجو 207 اني 2012، موتور ايسونس 1.495 شوفو، لابواط مانويل كولور بلانش، فيها كليماتيزاسيون لابي اس لو اس بي، ديريكسيون اسيستي، فارون تيبرويار، فاركسينو، جونتالياج، فوجور، فيتر الكتريك. ولها هكاك السيارة نقية بزاف، الموتور يمشي 10/10، ما فيهاش صبيغة، 00 بنتور، سومها 110. السيارة راهي مولاية أشلف. رقم الهاتف اللي باغي توصل معاه 07-83-91-05-23. نروحو لبيجو 301 اكسس اني 2014، موتور ايسونس 1.262 شوفو، لابواط مانويل، مشية 200,000 كولور بلونش، فيها كليماتيزاسيون لابي اس، فانوتي بريار، جونتالياج، فوجور، فيتر الكتريك. مولاها قالك فيها الاول كابو، الموتور قالك مليح ما يسخن ما ينقص، سومها 87 مليون. السيارة راهي مولاية المسيلة. رقم الهاتف 05-52-51-28-25. عندنا رونو كليو 2 اني 2001، موتور ديزل 1.965 شوفو، لابواط مانويل، كولور بلونش، مولاها قالك سموني 57 مليون. لطول مليحة، الموتور مليح، قالك ما يسخن ما ينقص. السيارة راهي مولاها تيارات من عين الذهب بالضبط. اللي باغي يتواصل مع مولاها 07-71-53-52-81. الناس اللي سقساوني على رونو سامبول، راني جبتكم حبة شابة بزاف خاوتي، اني 2009، موتور ايسونس 1.475 شوفو، لابواط مانويل، ماشية 277,000، فيها لي دوزال ريار والكابو. السيارة فيها الغاز، سموه 92 مليون، وماهيش بعيدة. السيارة راهي مولاية تبسة. رقم الهاتف 06-63-13-24-03. اللي سقساوني على تويوتا ياريس، راني جبتكم حبة 2008، موتور ايسونس 1.386 شوفو، لابواط مانويل، مشية 318,000. مولاها كاك لاطول فيها زوج بيبان النص التحتاني ولي دو بارشوك، سومه 111. السيارة راهي مولاية الجي. رقم الهاتف 05-42-72-35-55. المتابع اللي سقساني على رونو كليو كلاسيك، انا جبت حبة 2003، موتور ديزل 1.5 دي سي اي، لابواط مانويل، مشية 500,000 كولور نوار، فيها اللال محطوط، الموتور محطوط جديد تاني، سومه 63 مليون ونص. السيارة راهي مولاية ام البواقي. رقم الهاتف 05-57-12-06-32. عندنا بيجو 206 اني 2004، موتور ايسونس 1.160 شوفو، لابواط مانويل، كولور غري ارجون، سومه 52 مليون. اللي عجبته يتواصل مع مولاها ويستفسر اكثر. السيارة راهي مولاية ام البواقي. رقم الهاتف 05-55-82-58-45. نروحو لمحبوبة الجماهير، سوزوكي ماروتي 800 اني 2011، موتور ايسونس 0.847 شوفو، لابواط مانويل بيان سور، كولور نوار. مولاها كالك السيارة نقية بزاف، 00 بانتور، ما فيهاش صبيغة، فيها غير لافروا صغير في البابارير. الموتور مليح، سموه 58 مليون، ماهيش بعيدة. السيارة راهي مولاية وهران من بير الجير بالضبط. رقم الهاتف 07-75-02-06-07. عندنا سيارة تاع الزوالي واحد اخرى، شيري كيو كيو اني 2013، موتور ايسونس 0.838 شوفو، لابواط مانويل، مشية 217,000 كولور بلونش، فيها كليماتيزاسيون هادي خاوتي، بانتور فيها لي دو بورت افون، وفيها كالكو روتوش خفاف، طل فيها 57 مليون.
نيغوسياو فيها مساعدة قالك السيارة راهي موليت ألجي مضرارية بالضبط. رقم الهاتف 05 40 97 73 33. خاوتي مازال كاين لي زافير ومازال كاين السيارات، اللي مازال ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس ويخبط النجام للفيديو. كيما راكم تشوفوا راني جبت لكم يونداي ايون جي ال اس اني 2013، موتور ايسونس 1.062 شوفو، لا بواط مانويل ماشي 200,000، كولور بلونش، فيها كيماتيزاسيون ديريكسيون اسيستي فرونت سوبيريور الام فيتر الكتريك. طال فيها 103 بريفيكس. اخر كلمة قالك السيارة راهي مولات الجي من الشراقة. رقم الهاتف 05 49 96 30 01. نروح لسيتروان سي اليزي اكسكلوزيف اني 2014، جي بي ال 1.6 في تي 115 شوفو، لابواط مانويل ماشي 196,000، كولور بلانش، فيها كليماتيزاسيون لابياس لو اس بي ديريكسيون اسيستي فرونت بريور الام جونتالياج وجور فيتر الكتريك. فيها سبيغة في البارشو قالك مازال ما ساومونيش، اللي عجبته يتواصل مع مولاها وان شاء الله تكون من مكتوبها. السيارة راهي مولاي تيسم سيلد. رقم الهاتف 06 98 81 45 52. خوتي تفرجوا الفيديو حتى النهاية وخبطوا نجام للفيديو. اني جيب لكم جريت وال فلوريد اني 2010، موتور ايسونس 1.5 في في تي 105 شوفو، لاباط مانويل مشي 400,000، كولور بلون، فيها موتور محطوط ماشي مفتوح قالك مولاها، يمشي 10/10. طال فيها 93 مليون بريفيكس. السيارة راهي مولاية برج بوعريريج. رقم الهاتف 06 64 31 07 41. نروحو للعملاق الالماني فولكس واجن، نجيب لكم كاتي اني 2006، موتور ديزل 2.0 تي دي 110 شوفو، لاباط مانويل مشي 500,000، كولور كريز، فيها كيماتيزاسيون لابياس لو اسبيرادور دو ريكوليريكسيون اسيستي فرونت سوبيريور جونتالياج فيتري الكتريك. الموتور قالك يمشي 10/10، روح به وين تحب. سموه 120 مليون وماهيش بعيدة بزاف. السيارة راهي مولاية تلمسان من مغنية بالضبط. رقم الهاتف 05 41 41 73 19. الناس يسقساولي على سانجيون كوران دو سبورت، انا نجيب لكم حبة شابة بزاف ونقية خاوتي، ادي 2016، موتور ديزل 2.0 دي تي ار 4455 شوفو بي في ام، لابواط مانويل ماشية 152,000، كولور بلونش، فيها كليماتيزاسيون لابياس لو اس بي ديريكسيون اسيستي الارجونتالياج فيتر الكتريك. مولاها قالك الموتور يمشي 10/10. لطول قالك مليحة، طال فيها 150 مليون بريفيكس. آخر كلمة على السيارة راهي موليت ألجي من حيدرة. رقم الهاتف 06 65 05 37 01. عندنا فولكس فاجن جولف 5 اني 2005، موتور ديزل 2.0 تي دي 140 شوفو، لابواط مانويل مشا 371,000، كولور جري، مولاها كايك موتور مليح، لطول 8/10، طال فيها 69 مليون نيغوسياو فيها مساعدة. السيارة راه موليت عنابة من الحجار. رقم الهاتف 06 65 36 44 69. اما بخصوص الخبر الجديد حول استيراد السيارات في الجزائر، فقد قام وزير الصناعة محمد باشا بتنصيب اللجنة الرسمية لاستيراد السيارات اليوم الاثنين 7 جوان 2021. خوتي نتمنى توصلنا الفيديو لألف جام ان شاء الله، واللي راه يحوس على اي نوع من السيارات يحطها في تعليق وراح نديرها في الفيديو، وبداية دراسة ملفات الوكالة قريبا. هذا يؤشر على أن الحكومة بدأت تتخذ إجراءات جدية حول استيراد السيارات، ونتمنوا يدخلوا السيارات الجديدة إلى الجزائر باش يتشبع السوق شوية ويهبطوا الأسعار، خطر الأسعار هم خيالية. نتمنوا يا ربي الناس قاع يشروا السيارات بزواولة بالناس اللي عندهم، خطر الزوال ثاني من حقه يشري السيارة لتلبية احتياجاته اليومية.
وإلا حبيتو خاوتي ندير لكم فيديو خاص حول استيراد السيارات، ما عليكم غير تخلونا في التعليق وتخبطوا نجام للفيديو. وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية الفيديو خاوتي، نتمنى نكون خفاف ظرف عليكم ونتمنى يكون الفيديو قد أعجبكم. استنونا في فيديو تاع غدوة إن شاء الله، وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية الفيديو. تهلاو في رواحتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.